عن كل ما لقيت الا الراضي. ايش معنى؟ يعني خوذ من اي انسان تلقاه الا الرافضه، رد بك تاخذ منه بالرغم انه شيعي. احمل يعني خذ عن كل ما لقيت الا الرافضه. ليش؟ قال فانهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. فانهم ايش يعملوا؟ يضعون الحديث. شفت كلمه يضعون؟ ها يبتدعون. فانهم يضعون الحديث ويتخذونه ايش؟ يا ريتهم معناتها يضعون الحديث ويكتفون بذلك ويتخذونه دينا. هذا من علماء الشيعة. لا لا، الرافضة هم الشيعة. فرق بين الشيعة. الرافضة والشيعة هو نفس المصطلح. لكن هم في يعني فرق، كنت ذكرت لكم هذا الكتاب يرجع اكثر للتوسل. وقال حمادة بن سلمة، وقال حمادة بن سلمة حدثني شيخ لهم، يعني للشيعة من الشيعة، حدثني شيخ لهم قال كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا. ما شاء الله، يعني انتوا قاعدين ما تعجبهم حاجه ولا كذا يجعلوا حديث. قال كنا اذا اجتمعنا فاستحسنا شيئا جعلناه حديثا. وقال الشافعي ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة. ويستشهد أهل السنة لما وضعته الرافضة من الأحاديث بحديث الوصية، في غدير خم، الرافضة الشيعة جعلوا وصية، الوصية التي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصى بها وجعل بل وأمر بالخلافة من بعده أن تكون لعليا. وهذا المكان يسمى عندهم وصية كما يقولون نحن مرجع، يقولون أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان. قال ويستشهد أهل السنة لما وضعته الرافضة من الأحاديث بحديث الوصية في غدير خم، مكان خم نعم. وخلاصته شنو فيها الوصية هذه اللي جعلوها الشيعة رافضة كل مرجع وهي مكذوبة لا أصل لها. وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من حجة الوداع جمع الصحابة في مكان يقال له غدير خم،
فأخذ بيد علي رضي الله عنه ووقف به على الصحابة ووقف به على الصحابة جميعا وهم يشهدون. وهم يشهدون ايش معنى وهم؟ ينظرون حاضرون موجودون. نعم. وقال وقال هذا وصيي هذا وصيي. فشكون يقصد؟ علي. سيدنا علي. هذا وصيي وأخي والخليفة من بعدي. شوف الكذب ما قلت لكم هم إذا استحسنوا شيئا جعلوه حديثا. ها؟ فهذا أيضا مكذوب. يعني هذه الوصية بنيت عليها الشيعة العقيدة بتاعها وبنيت عليها وبنيت عليها الافتراءات والكذب بهذه الوصية وهي لا أصل لها أصلا. فلاش قال؟ قال هذا وصي وأخي والخليفة من بعدي. إيه؟ قال فاسمعوا له وأطيعوا. فاسمعوا له وأطيعوا. قال أهل السنة إنه حديث مكذوب بلا شك وضعته الرافضة. فبهذه الوصية يقولون أشكون أولى وأجدر بالخلافة؟ علي. هو علي. أيضا ومن ذلك يعني من جملة ما قالوا ووضعوه من الأحاديث المكذوبة قال ومن ذلك أيضا قالوا من أراد أن ينظر إلى آدم في عمله في علمه مش في عمله من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هيئته. سيدنا موسى مش كان معروف أنه كان شديدا. وإلى عيسى في عبادته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي. هذه تقارب موجود في كتبهم وهو موجود بكثرة. إيه يكملون وأنا ميزان العلم وعلي كفتاه. يقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ميزان العلم وعلي كفتاه. وحب علي حسنة لا يضر معها سيئة. أن تؤدي للكفر سبحان الله. وأنا ميزان العلم وعلي كفتاه وحب علي حسنة لا يضر معها سيئة وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة. هذا هو معتقد الشيعة. العلوية ضمنهم يعتقدون بأن الإله هو علي حتى في زمانه أراد أن يخيفه فجعل يعني أمر الصحابة أن يضعوا له يعني حطب ليحرقه على أن يعود. قالوا له أنت إلهنا أنت رب العالمين. جمع الحطب وأشعل فيه النار وقال لهم إن لم تعودوا عن هذه المقالة أو عن هذا الاعتقاد ها لأطرحتكم فيها. فما عادوا يعني أصروا على ذلك.
بل وسقطوا واحد تلو الآخر ويقولون لا إله إلا علي في زمانه. نعم، يعتقدون بأن الإله هو علي. وكما وضعوا الأحاديث في فضل علي وآل بيت، وكما وضعوا الأحاديث في فضل علي وآل البيت، قال وضعوا الأحاديث في ذم الصحابة وخاصة الشيخين. شكون الشيخين؟ هما أبي بكر وعمر وكبار الصحابة أيضا. أعيد، وكما وضعوا الأحاديث في فضل علي وآل البيت، وضعوا الأحاديث في ذم الصحابة وخاصة الشيخين وهما أبي بكر وعمر وكبار الصحابة. وهكذا أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث، وهكذا أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث بما يتفق مع أهوائها. وبلغت من الكثرة حدا مزعجا، وبلغت من الكثرة حدا مزعجا، حتى قال الخليلي في الإرشاد، في كتاب له اسمه الإرشاد، حتى قال الخليلي في الإرشاد: وضعت الرافضة في فضائل علي وأهل بيته، وضعت الرافضة في فضائل علي وأهل بيته نحو 300,000 حديث. قديش؟ 300,000 ملأوا بها الكتب وكلها مكذوبة وموضوعة. ومع ما في قوله من المبالغة، ومع ما في قوله من المبالغة، فإنه دليل على كثرة ما وضعوه من الأحاديث. ومع ما في قوله من المبالغة، قول شكون؟ خليل. قال 300,000 حديث. قال ومع ما في قوله من المبالغة، فإنه دليل على كثرة ما وضعوه من الأحاديث. ويكاد المسلم يقف مذهولا من هذه الجرأة البالغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكاد المسلم يقف مذهولا من هذه الجرأة البالغة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أن يعلم أن هؤلاء الرافضة أكثرهم من الفرس، الشيعة أكثرهم مني، ما هم فرس ولا الذين، قال الشيخ شغول يقول الذين تستروا بالتشيع تقيا، هذا أصل في معتقدهم،
يتستر بالتشيع. قال ليش؟ قال الذين تستروا بالتشيع لينقضوا عرى الإسلام، لينقضوا عرى الإسلام أو ممن أسلموا ولم يستطيعوا، أو ممن أسلموا ولم يستطيعوا أن يتخلوا عن كل آثار دياناتهم القديمة. فانتقلوا إلى الإسلام، فانتقلوا إلى الإسلام يعني اعتنقوا الإسلام، فانتقلوا إلى الإسلام بعقلية وثنية قال لا يهمها أن تكذب على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. فانتقلوا إلى الإسلام بعقلية وثنية لا يهمها أن تكذب على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. وهكذا يصنع الجهال والأطفال، حين يحبون وحين يكرهون. قول لي ولدك صغير وقت اللي يتغش قلت ما عادش تحبك. ها مو هكا ولا هكا الشيء هكا بالمزاج كما يقول المصري. وهكذا قال يصنع الجهال امثاله الشيعة والاطفال حين يحبون وحين يكرهون. هذا اصل في عقيدة الشيعة لعنهم الله. به ويصور لنا الإمام ابن تيمية ذلك في قوله ايش يقول تيمية؟ يقول والصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل فتنا من سائر من بعدهم. ايش يبين هنا؟ هل فتن هذه نتاع وضع الأحاديث المكذوبة؟ أيوة كانت أقل، كانت مش موجودة، نعم كانت موجودة لكن قلية، نعم. أو ايش قال؟ قال ويصور لنا الإمام ابن تيمية ذلك في قوله والصحابة رضي الله عنهم كانوا أقل فتنا من سائر من بعدهم، فإنه كلما تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف. ولهذا هذا كل كلام ابن تيمية زال يبين. يقول ولهذا لم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة. في خلافة عثمان ما توجدتش بدعة ظاهرة تلفت الأنظار، وإنما حدثت في خلافة في آخر يعني في قتل عثمان وبداية خلافة علي. نعم. فلما قتل عثمان رضي الله عنه قال وتفرق
حدث بدعتان متقابلتان. وقت اللي توفى سيدنا عثمان يقول حدث بدعتان متقابلتان. البدعة الأولانية شنو هي؟ الخوارج. الخوارج الذين كفروا عليا، قالوا أن عليا حكم الرجال في دين الله. ترجع بالتوسع على الفرقيز. ماذا في زمن سيدنا علي شنو هو البدعة الأولانية؟ قال بدعة الخوارج المكفرين لعلي، وبدعة الرافضة. المدعين لإمامته وعصبته، المدعين يعني يدعون الإمامة يعني الخلافة والعصمة، يقولون أن علي معصوم. المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلهيته، هذا على حسب فرق الشيعة. ماذا بدعتان؟ بدعة تكفر الإمام علي اللي هما الخوارج، وبدعة الرافضة اللي هما غاليو في علي. ثم كان آخر عصر الصحابة، هذا كله مازال كلام يقولك انتهى كلامه، وبيبين متى حدث هذا الوضع وهذا الخلاف متى بدأ. قال ثم كان آخر عصر الصحابة، ثم كانت في عصر الصحابة، كان آخر عصر الصحابة بدعة أخرى المرجئة، فرقة أخرى تسمى إيش؟ المرجئة. بدت الفرق تنتشر بعد مقتل عثمان. شكون المرجئة؟ يبينهم ابن تيمية يقول وهم الذين قالوا بالإرجاء، وهم الذين قالوا بالإرجاء في الإيمان. شو معناتها المرجئة؟ شو قولهم؟ شو اعتقادهم؟ اعتقادهم أني مسلم فقط، فهو موجودين مسلم، لا يصلي لا يزكي لا يصيم لا يعمل حد شيء، تسأل يقول كان مسلم، لكن هل تصلي؟ لا يصلي. يرجئون الأعمال، يرجئون شو قلنا نحن فيهم، وهم الذين قالوا بالإرجاء في الإيمان. أتوا يبين لك آية اكتب.